كرم المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأنطاقية الأرثوذكسية مار أغناطيوس زكي الأول عواص بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأنطاقية الأرثوذكسية في العالم أجمع بمناسبة اليوبيل الأسقفي الذهبي لقداسة الحبر الأعظم البطريرك عواص بحضور ممثل السيد الرئيس بشار الأسد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي ووفد كبير من وزارة الأوقاف وممثلين عن الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية ووفود من أوروبا والهند ودول عربية وممثلي رؤساء الكنائس في لبنان كافة. وأعرب السفير علي عبد الكريم علي باسم الرئيس الأسد عن تقديره للبطريرك عواص الرمز الوطني والديني الكبير. صاحب الغطة زكي عواص رئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم له مواقف وطنية تقدرها سوريا ويقدرها السيد الرئيس، وسوريا التي تواجه أشرس عدوان يشهده وطن ثبات كل النسيج الوطني في سوريا ومنهم رجال الدين مسلمين ومسيحيين بكل مقاماتهم، هذا يؤكد حيوية هذا الوطن وقوة نسيج ووحدة هذا الوطن وصاحب الغبطة الذي نحتفل اليوم بذكرى توليه 50، هو أحد الرموز الوطنية في الولاء لقيم الوطنية، للقيم الحق والعدالة، لقيم الكرامة التي كانت سوريا وما تزال واحدة من أبرز عناوين تكريس هذه المعاني وهذه القيم وخاصة في هذه الوقفة وهذا الصمود. بدوره البطريرك زكي الأول عواص أعرب عن تقديره العميق للرئيس الأسد ولسوريا ودعا بأن يحل السلام على أرضها وشعبها. أكبر تحية لرئيس سوريا ولكل من يكون مع سوريا، وأنا أهني الشعب السوري لأنه استطاع أن ينتصر ويتمر بها الأزمة بنصر. الأمسية التكريمية بدأت بكلمة ترحيبية للأب روجيل أخرس الذي نوه بعطاءات البطريرك عواص، كما أشاد مطران بيروت للسريان الأرثوذكس دانيال كوريي بجهود قداسة البطريرك عواص على مدى 50 عاما قضاها في خدمة الكنيسة المقدسة ودعواته للوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد ودفاعه عن حقوق الشعوب في وجه الدول العظمى الطامعة بثروات الأوطان والشعوب بدءا من فلسطين الجريحة المحتلة وسوريا والأردن والعراق ومصر ولبنان. وجدد كوري الدعوة لإطلاق سراح المطرنين يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي وقال سنردد دائما كلمات البطريرك عواص بأننا من صلب هذا الشرق وجوهره. نقدم لغبطه كل التهاني ومنرفقه في الصلاة على هالمناسبة 50 سنة أسقف، هذه شيء مهم جدا وقليل الحصول بالكنيسة أنه إنسان يخدم أسقف أكثر من 50 سنة. كلنا بنعرف الشخصية الفذة اللي بيكونها غبطة البطريرك زكا، ونعرف كل الخدمات اللي أداها خلال التاريخ. نتمنى له الصحة والعافية واستمرار خدمته في الكنيسة والله يطول عمره. نحن اليوم في عرس، نحن الآن في فرح، نحن الآن في أسعد الذكريات، نعود 50 سنة إلى الوراء يوم رسامة قداسة البطريرك الحالي مار أغناطيوس زكي الأول عواص مطرانا بأبرشية الموصل في العراق في 17 تشرين الثاني 1963، رسم قداسته مطرانا وكان في عز شبابه ومن النخبة بين الأساقفة والإكليروس على مختلف مستوياتهم. هذا الرجل جاهد وكافح وناضل وعمل وعلم وصار قدوة في كل ما تصرف فيه، فسيطر على القلوب ونال المجد من أطرافه إن كان على الصعيد الكنسي والروحي وإن كان على مستوى العلم والأدب والمعرفة وإن كان على محبة الوطن والوطنية الغالية. أب
لكل الرهبان لكل الراهبات بيسامح قلبه كبير كبير قديش ما بتصور يعني. نحن اليوم عم نحتفل باليوبيل الذهبي لمطرنت أو رسام الإسقفية لقداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عواص يلي تمت مثلها اليوم قبل 50 سنة، فهو اليوبيل الذهبي لرسامته الإسقفية. رسم سيدنا الموصل وبعدين انتقل لبغداد، وسنة 80 اختير ليكون بترك على أنطاكيا وانتقل إلى دمشق. فاليوم نحتفل بهذا الرسول، هذا الخادم يلي خدم رسالة ربنا وخدم الشعب وخدم الناس وخدم الإنسانية، في سواء في مطرنته أو إسقفيته أو هلأ في بطريركيته. فنحن عم نحتفل بهالإنسان العظيم هذا. قداسة البابا بطرك زكا عواص هو بركة للكنيسة القبطية والكنيسة السريانية، لأن احنا الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية كنيسة واحدة شاركت مع بعض في كل المحن والألام، كنيسة مشتركة في الإيمان، كنيسة لها تاريخ واحد. ولذلك يذكر عندنا في تحليل الخدام البطريرك القديس ساويروس قبل أن يذكر البابا أثناسيوس والبطرك ديسكورس. فإحنا كنيسة واحدة مشتركة. سيدنا البطرك زكا ربنا يطول في عمره ويخليه بركة كبيرة للكنيسة، يعني هو شارك في تجليس البابا تواضروس وكان له صوت وكلمات معبرة حلوة نفتخر بيها ودايما نطلب بركته باستمرار. رجل محبة، رجل وطني، رجل له تاريخ مشهود من العراق من الموصل إلى لبنان، عرف كيف يعمل من أجل تطوير الكنيسة السريانية، رجل تحترمه أو يحترمه الوطن كله، وهو يستحق التكريم. 50 سنة من العمل الدؤوب والمستمر من أجل هذه الكنيسة التي يؤمن بها ويعمل لأجلها. هذا الإنسان يستحق كل التكريم لأنه ساهم في بناء الحجر والبشر، ساهم في بناء الأديرة والمؤسسات الخيرية التي قدمت للإنسان الكثير الكثير، وأيضا ساهم في بناء الإنسان من خلال تقديمه من خيرة الناس لخدمة أبناء هذه الطائفة. نتمنى له العمر الطويل والصحة والسلامة. وأحيت جوقة مارفرام السريانية البطريركية بدمشق أمسية التكريم للبطريرك عواص، فكانت أيضا تكريما لسوريا أرض الحب وللشام قلعة الإيمان. من جامعة الروح القدس في الكاثليك، سنة علوي للتلفزيون العربي السوري.